طيب بعد إذنك خلينا نشوف مجموعة من الصور وراح أسألك على كل صورة ونعلق على الصور. جاهزين لو سمحت حطونا الصور. أوه الله. كيف شفتي عودتها عزيزة جلال؟ عزيزة جلال كيف شفتي عودتها؟ يعني هذه أيقونة الفن، أحب أغانيها كثير. حبيتي عودتها؟ بصراحة يعني أنا شفت لها حفلة، انبسطت أنه هي رجعت متواجدة في الوسط الفني لأنه مفتقدينها كثير صراحة. عودتها بنفس قوة ما كانت عليه زمان ولا لا؟ الوهج كان أقل يعني بوضع الزمن هذا؟ يعني حتكلم بكل صراحة شوي كان أقل، بس يعني مهما كان كذا تفضل عزيزة جلال، هذه قيمة فنية كثير كبيرة. ونوجه لها أكيد طبعا تحية. نشوف الصورة الثانية. طبعا طبعا. سعد المجرد راجع بقوة مؤخرا، وش رأيك في اللي مر فيه؟ يعني ما شاء الله هو مر بمراحل صعبة ومش أي فنان. هو سعد اختياراته جدا حلوة، إنسان يعرف لنفسه ويشتغل على نفسه صح، وعارف هو يبغى إيش، فأحييه على كل شيء. طيب نشوف الصورة الثانية بعد إذنكم. سميرة سعيد يعني ما شك إنها من أوائل النجمات اللي فتحت الباب أمام الفنانين المغاربة. الديفا سميرة لها حب خاص. ليش؟ لأنه من وأنا صغيرة يشبهوني فيها وفي صوتها، فأعشقها، وكان بيني وبينها لقاء من كم سميرة. I love you. سمعينا شيء لسميرة؟ عالبل يا عيني حبك، حبك على بالي، لولا علي قلبك ما يقوم ولا مالي، زيك زي الهوى غدار غدار، منك قلب انكوى بالنار بالنار، ويلي يا ويل ويلي. الله الطرب يا جميلة. الله الله الله. وفعلا ما شاء الله شبه بينكم رائع. حبيبتي احبها. نشوف صورة ثانية بعد إذنكم. دنيا بطمة، يعني آخر مرة سألتي عنها قلتي ما أعرفها، ما زلتي ما تعرفينها؟ لازلت، بس الله يسهل عليها ويخليها لبناتها، وإن شاء الله يا رب يعني ربنا يوفقها في حياتها الفنية والشخصية. بدايتك كنتي كورال يمكن؟ صحيح، وكان اشتغلت كورال، بديت بالموشحات، وكان واجر الكورال كان يعني وقتها حول 300 درهم ولا صحيح، اللي هي تقريبا كان 30 دولار. صحيح صحيح، بس مفتخره بهالشيء لانه بالنسبه طبعاً. لي هذا يعني هذه المسيره كلها اللي انا قضيتها من 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 وانا صغيره، سواء في الكورال، في الموشحات، في البرامج اللي شاركت فيها، وصار في تاسيس بالصوت اكيد، اسست صوتي وتعلمت منها الكثير، وهي اللي خلتني أصير جميلة الحين. وأكيد اتطورت أكيد.